كويس. هنكلم اخو مريم لان مريم منهاره وبتعيط لان في كلام اتقال كتير على التويتر وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه مريم مشكلتها اتحلت وان الوزير اعتذر لها وبتاع. الكلام ده كله هنسمع عكسه دلوقتي من دكتور مينا اخو مريم. دكتور مينا كلمناك قبل كده. اهلا يا دكتور. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا خليك. يعني قول لي باختصار وبسرعه اخر اخبار قضيه مريم يا فندم. اولا مريم انا بحمل الطب الشرعي, بحمل كل المسؤولين على قضيه مريم. مريم دلوقتي في حاله اغماء, البنت بتموت. يا دكتور, يا دكتور, يا سيدنا, يا سيدنا, يا دكتور مينا, يا دكتور مينا, من فضلك تهدأ وتحكي لي اخر الاخبار. الاخبار النهارده بالنسبه لمريم ايه عشان هي انهارت؟ من شويه الدكتور هشام متحدث مثل الطب الشرعي اتكلم مع الاستاذه لبنى وبيقول ان الخط دوت مطابق لخط مريم. انا حرام, حرام يا فندم, حرام. ده قرار مسيس, حرام. الخبير الخطوط في اول يوم 1/8 بيقول ان الخط. طب اسمع بس يا مينا, بس يا مينا, يا مينا, يا مينا, بالراحه شويه عشان الناس تفهم. احنا سمعنا ان مريم عملت 4 أو 5 مرات تجربة الخط. كتبت خطها 4 أو 5 مرات في مراحل مختلفة, صحيح؟ ليه كتبته كذا مرة مع انه مرة واحدة كانت تكفي؟ يا فندم مرة تستكفي, هم عايزين 5 مرات يا فندم. ده شغلهم هم, ده مش معناه ان الخط مشابه ولا الخط مقارب, ده شغلهم يا فندم. والله العظيم ده ما خط مريم يا فندم. ورقة مريم راحت لابن حد كبير في البلد يا فندم, وعشان ما يتجاسه ويتطلع خلفية عليها يا فندم. طب اسمع يا مينا, يا مينا, حرام يا قديش ربنا, يا مينا يا قديش ربنا, كيف على البلد عزم ومستقرة. اسمع يا مقدس بس بالراحة شوية يا مينا, اسمع بس يا مينا. اه يا فندم. اسمع, انت صورت الورقة اللي مش بخط مريم؟ يا فندم مش مسموح لينا نصور حاجة زي كده. ما صورتهاش يعني. دلوقتي الطبيب الشرعي طلع مع زميلتنا لبنى عسل وقال ان ده خط مريم. يا فندم ده مش خط مريم, القرار. لا بس احنا يا سيدنا احنا بس بنعرف اخر خط مريم. يا سيدنا بنعرف اخر لحظه. طب انت اتصل بيك اي طب اسمع بس يا مينا, 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 مينا. ايوه يا اسمع يا سيدنا بس, حد كلمك من الوزاره قال لك رسميا ان ده مش خط, ان ده خط مريم؟ مينا يا فندم محدش لسه كلمني. طب انت سمعت الدكتور الطبيب الشرعي بيقول عند زميلتنا لبنى عسل ان ده خط مريم؟ ايوه. طيب, طب انت مريم ليه كتبت 5 مرات؟ يعني ليه ما كتبوهاش مره؟ هم في الطب الشرعي من عايز لما يطولوا يعني. في الطب الشرعي حضرتك يعني, يعني يعني الموضوع بياخد شهر واثنين وثلاثه واربعه. هم عوايتهم سواء مع مريم او مع غير مريم. طب اسمع يعني يا سيدنا. طيب في واحده. طيب يا سيدنا بس بالراحه شويه. هذه من 2014. يا مينا. ايوه مينا, ربنا يهديك. اسمع بس بالراحه عشان نفهم. ايه مصلحه الطب الشرعي ان يقول حاجه غير الحقيقه؟ يا فندم حضرتك بص, انا بقولها وبنفتشر. قضيه مريم هتفتح فساد في التربيه والتعليم كتير. قضيه مريم هتفتح ابواب مذاكره على التربيه والتعليم كتير. قضيه مريم هتبين مين المستفاد ان هو خد ورقه مريم. واللي خد ورقه مريم ده مش حد سهل, ده حد كبير يا فندم. طب ايه حل, ايه حل دلوقتي ان احنا دلوقتي البنت ديت يعني نقول ده خطها والموضوع يموت؟ يا 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 مينا, يا مينا, هو احنا اصل يعني انت في لجنه مريم كان في بنت او ولد ابن حد كبير؟ ايه فندم؟ ها؟ ايه فندم؟ في لجنه مريم كان في ابن حد كبير؟ يا فندم لجنه مريم انا اتذكر اول استكتاب يوم 1/8 الخبير تمام مريم سالته والمحامي ساله قال يا فندم ايه راي حضرتك, والمحامي موجود حي يرزق, ايه راي حضرتك في الاستكتاب اول مره
يا فندم بنسبه 90% في وبيقول يا سمي في اوراق مريم. بتقول يا مين؟ انتوا سامعينه يا فندم؟ ده بنسبه 90% في تغيير في اوراق مريم. طيب يا 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 مينا، ايوه يا فندم، اذا كان هذا هو قرار الطب الشرعي انت هتعمل ايه؟ تلجأ للقضاء مباشره، تقدم بلاغ وترفع قضيه عند النائب العام، ولا هتعمل ايه؟ حرام يا فندم، بقول احنا كده عملنا الطب الشرعي يا عم. بس اسمعني يا مينا دلوقتي، اذا كان طلع ده تقرير الطب الشرعي انت هتسكت ولا هتقدم بلاغ للنائب العام؟ لا طبعا مش هسكت. مش هتسكت؟ مش هسكت. واحنا كمان مش هنسكت معاك يا فندم. ده فساد، فساد في التربيه والتعليم، وصل لمرحله لما بيبدلوا اوراق الطلاب. فساد في التربيه والتعليم، وصل ان ان ان, أن الوزاره بتقول من اول يوم ان ده مش قطاع، يعني ان ده قطاع. فساد ان البنت الوزير بيقول اننا عقبيته يا فندم، حرام. انا بطالب الرئيس السيسي، بنتك بتموت وانا بحملك المسؤوليه كامله عن صحه مريم وعن حياه مريم. طيب موجود الرئيس المسؤولي في الناس في حياه مريم. طيب طيب اللي بيحصل ده قمه الظلم، قمه الظلم. طب اسمع مينا، مينا يا عم مينا، ايوه اسمع.